والآن الدخول على قبر الملعون صدام. هذا قبر الملعون صدام، ألا لعنة الله على الظالم. هذا قبر الملعون صدام. شاهد هذا قبر الملعون صدام. يا ملعون كم سفكت من الدماء. هذه دار الظالم، خراب، لعنة الله عليك يا ظالم. لعنة الله عليك يا ظالم. علي وياهم، علي وياهم ابطالنا، علي وياهم، علي وياهم. حيا الله المجاهدين، حيا الله وصلك، حيا الله المجاهدين، حيا الله الحلة. ايوه تكرم انا عند درار هنا. اي اخوي 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 يلا. ايوه السلام عليكم. ايوه بلاش وعلي. عندما قالت له في قصره وامام طغيانه وعنفوانه: كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك الا بدد وايامك الا عدد ورايك الا فند، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. الحمد لله. عندما قالت له: أمن العدل يا ابن الطلقاء. دموع مجاهدين ويستذكر شهداءه. هاي دموع مجاهدين ويستذكر تخديرك حرائرك وبناتك وسوفك بنات رسول الله، سبايا من بلد إلى بلد يتفرج عليهن القريب والبعيد والشريف والوضيع، ولكن هو عهد عهدته السيدة زينب من الله عز وجل للإمام زين العابدين. قالت له: ما لي أراك تجود بنفسك عندما قتل الإمام الحسين وأهل البيت في كربلاء، ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلي وجدي وفرعي، فإن الله سيخلق لأبيك، سينصب لأبيك في هذا الطف علما لا يمحى رسمه ولا يدرس أثره، وسوف يخلق له الله شيعة فراعنة أهل الأرض حتى يرث الله الأرض، ومن عليها سيبقى قبر الحسين شامخا. وهذه قبور من عاداه، هذه مآل من عاد الحسين وخط الحسين والرفعة والشمم والعلاء لشيعة أهل البيت عليهم السلام، للعلماء، للمرجعية، للإمام المنتظر، للأحرار. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هنا نحن مجلس الحسين، هنا نحن مجلس الإمام الحسين. بس روح رحمة هذا، خلوه. لا لا لا، فوق راسه، فوق راسه. نا فوق راسه. والله شو النجس؟ هذا قبر الملعون، هذا قبر الملعون النجس صدام، ويدخلونه أبطالنا المجاهدين في منطقة العوجة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الكريم. وهذه قبر الملعونة صبحة. مبروك، مبروك لكل شهدائنا، مبروك لكل الأمهات التي طلبت بالثأر، مبروك لكل الذين فقدوا الثكالة. ها هم اليوم أخوانكم المجاهدين المنبين لفتوى المرجعية، فتوى الإمام السيستاني روح له الفداء، وهم يدكونهم في أوكارهم، يدكون الظالمين. ولله الحمد، اليوم الثالث على التوالي والمعركة متواصلة، لا يريننا تعب ولا تثن عوازمنا. ربك وينه صدام النذل، وينه انهض سيدي محمد باقر الحكيم. يا قائد نشكر لك ونسأل من الله أن يرحمك، لأنك خرجت هؤلاء الأبطال المجاهدين رسالة. أوقف أوقف أوقف. هذه ثارة للشهداء. أحسنت أحسنت. ونقول: سيدي محمد باقر الحكيم، ناديت وين الحاربك، وين صدام النذل، وين؟ واليوم هؤلاء المجاهدين تنادي. شبك تشطح دير بالك. اثر 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 يا ابو كرار.
اثر يا ابو رضا. والله ما يحتاج، والله ما يسوى طلقه هذا. بندقيه من هاي والله ما يسوى طلقه هذا. مبروك لكم هذا النصر، مبروك مبروك لكم هذا النصر. انا اريد لاولاد عمي، انا اريد لكل من استشهد. احمد حاج حيدر، هذه للشهداء. لا تشطح زي الباب يا ملعون، انهض انهض يا ملعون. بارك الله فيك، انهض يا ملعون. مبروك 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 لكل شهدائنا، مبروك لكل شهدائنا. ها قد اخذنا الثار، ها قد اخذنا الثار. هذا الملعون الشهداء والعلماء. لمحمد باقر الحكيم، السيد محمد باقر، السيد محمد باقر. اولا قبل اولاد عمنا، هاي سيد محمد باقر، هاي سيد محمد باقر، السيد محمد باقر. سيد المحراب الخالد للسيد الحكيم العزيز قلوبنا الاغاتنا الهويتنا الوريث العلماء للمطيع السيد الحكيم مولاي ابا صادق. اين انت لترى مصير هذا الاجرب، هذا الانسان النجس، هذا الانسان الذي ابتدت يده على اخوانك وابناء عمومتك وعلى اخواننا وابناء عمومتنا، على حرائرنا، على دماء الشهداء. هذه موفقين ان شاء الله شيخنا. مبروك لكم هذا النصر، مبروك لكم هذا النصر.